تطيب السجايا حين تروى عروقها، معي هدى من منبع الوحي صافيا، فتسمو كما النخل الأصيل مهابة، وتمتد زهرا في ربى الكون زاهيا. رياض من الأخلاق يندأريجها، حديثا شبيا بالمكارم زاكيا. رياض من الأخلاق يندرجها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه من المعلوم أنه ما من خلق حسن إلا دل الإسلام عليه، وما من شر إلا حذر الإسلام منه، ومن هذه الأخلاق خلق الإحسان. والإحسان معناه في اللغة هو ضد الإساءة، ومن معانيه أيضا الإتقان، ومن معانيه أيضا الإحسان في كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ومعنى أحسنوا القتلة أي هيئوا ورتبوا. ولذلك قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا من الإحسان، وهذا أقل مراتب الإحسان. وأما أعلى مراتب الإحسان فهي التي وردت في حديث عمر رضي الله عنه المشهور الذي في صحيح مسلم، الذي أخبر فيه أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عددا من الأسئلة، ومن ضمنها أنه سأله عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان هذا على مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تستطع هذه المرتبة فلتنتقل إلى غيرها، وهي أو أن تعبد الله كأنه يراك. والإحسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهو إحسان في الفرائض بأن تؤدي الفرائض كما أمر الله عز وجل تامة أركانها، وأن تأتي بشروطها كلها. فإن الإحسان من معانيه الإتقان، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهذا الإحسان في الصلاة وفي الزكاة وفي غيرها كلها تعتبر إذا أتقنها العبد أي قد أحسن أداءها. فإذا فعل العبد ذلك فإن الله عز وجل يحبه، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: إن الله يحب المحسنين. والله عز وجل إذا حب عبدا فإن الله عز وجل يقيه كل مكروه، ويصرف عنه كل شر، ويعظم له الأجر ويعظم له المثوبة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الإحسان والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تطيب السجايا حين تروى عروقها، معينا
لنا هدى من منبع الوحي صافيا، فتسمو كما النخل الأصيل مهابة، وتمتد زهرا في ربى الكون زاهيا. رياض من الأخلاق يندرجها حديثا شبيا بالمكارم زكيا. رياض من الأخلاق يندرجها حديثا شبيا بالمكارم زكيا. رياض من الأخلاق، رياض من الأخلاق، رياض من الأخلاق يندرجها.